نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان احمد يقول اهل البدع بيننا وبينكم الجنائز. لكن هل يجوز للمبتدئ مثلا مثلنا في طلب العلم ان يتبع مذهبا ما على سبيل الدراسه فقط، على اساس انه لو اجتهد من اولها يعني ولم يتبع سبيلا معينا في الدراسه منظما، يعني ممكن لا يتبع كما لو تبع مذهبا على سبيل الدراسه شريطه الا يقلد يعني ويتبين لنا في الدين؟ اذا قلد او درس مذهبا ووضع نصب عينيه الكلمة الجميلة التي نقلتها آنفا عن حبي الحسنات اللخنوي، بمعنى كلما تبينت له مسألة من ذاك المذهب الذي يدرسه أنها هذه مسألة على خلاف السنة تركها ولو كان دارسا بها كمذهب اتباعا لسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، فهذا ما في عندي مانع. وفي الحقيقة أنا أقول لا سبيل اليوم لمن يريد أن يدرس العلم ما دام أن الغالب على المسلمين هو التزام مذهب معين. لو أنه رجع إلينا العهد الأول الصحابي والتابعين وأتباعهم، حيث لم يكن هناك إمام يتبع دون غيره، مثلا كلنا يعلم قول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم خير الناس قرني الصحابي، ثم الذين يلونهم التابعين، ثم الذين يلونهم أتباع التابعين. فنحن نعلم أنه لم يكن في الصحابة من هو بكري ولا من هو عمري ولا من هو عثماني ولا هو من هو علوي، وإنما كانوا يسألون أهل العلم منهم. لا يوجد واحد والله أنا ما بسأل ولا أستفيد ولا أقلد ولا أتبع إلا أبا بكر أو إلا عمر، لم يكن شيء من ذلك، وهكذا يقال عن التابعين. فلو كان جونا اليوم جوا سلفيا محضا لا نقول بدراسة مذهب معين، لأن هذه الدراسة إنما هي كما تدرس القوانين الأرضية، من حيث أنه لا يجب على المسلم إلا أن يدرس كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن بسبب هذا الزمن المديد الطويل لم يعد بإمكان طالب العلم أن يفهم كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا من طريق المذاهب. لكن هنا في مزلقة، فهذه الدراسة مع أنها هي سبيل كما قلنا لفهم الكتاب والسنة فهي وسيلة وليست غاية، ففي كثير من الأحيان كما نرى تنقلب إلى غاية وتنسى الغاية الحقيقية وهي الكتاب والسنة. فإذا كان الدارس كما قلت لمذهب ما هو لا يدرسه ليجعله هدفه الأعمى الأسمى والأعلى، وإنما كوسيلة للتعرف على هذا الفقه ثم لتمييز ما وافق السنة مما خالفه.